النهارده في ظل العرس الانتخابي على الكتاب الدستور، تحب تقول ايه النهارده يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشارك عن طريق وعاظ الازهر الشريف من واقع الايجابيه، من واقع دورنا الوطني. ينتشر الان الساده وعاظ الازهر المحافظه، ينتشروا في كل اللجان لتوعية الناس، توعية الجماهير والوقوف مع الجماهير، لأن المشاركة الإيجابية قضية مهمة جدا. المشاركة تؤدي إلى الاستقرار، إلى الأمن، إلى الأمان، إلى الطمأنينة، إلى حب البلد، حب الوطن، وهذه القضية المهمة في حياتنا. إيه الرسالة اللي بتوجهها للمواطن اللي قاعد في البيت؟ المواطن عليه أن يشارك، لأن هذه بلده ووطنه، وعز ما يملك هو الوطن وهو الأمن وهو الاستقرار. شكرا يا دكتور.